حبيبي أنت حبيبي والله طبيبي. شوفوا يا إخوان، هذا كيأدي اللي عليه، كيف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الذي عليكم، أدوا الذي عليكم واسألوا الله لكم. أجي أجي أجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أصدقائي الكرام، أحييكم دائما وأبدا. إخواني، بالمناسبة هذا المباشر هذا، نردوا البال الله يجزيكم بخير. كاين أعداء الله، كاين أعداء ابن جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، كيتكرفصوا علينا يا إخواني. واش نسيتوا يا أحباب؟ العام السابق عيد الأضحى باعوا لنا الحوالة يا إخوان، ذبحناهم سيبناهم، يعني هم سيبناهم في الأزبال، ذبحنا ديك الذبيحة السنة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أحبابي نردوا البال والله يجزيكم بخير، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يا أخي، إلا بغيتي تشري الحولي عرف بعد من هتشريه، كون كيس. كاين أعداء ربي يا أخي، كاين أعداء ربي، ولو هما ابن جلدتنا. ربي قال: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. واحضر راسك أخي، رد البال، كن كيس، كن شاطر، كن عاقل، راه المؤمن راه مطور ما كيديروهاش به. ولهذا نردوا البال وأحييكم تحية لا منتهى لها، والله العظيم إني غيور على إخواني كل المسلمين. والله يا أحباب، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ويجعلنا وإياكم مفاتح الخير مغالب الشر، والله يجزيكم بخير. بلغوا هذه الرسالة يا أحباب، بلغوا هذه الرسالة، حتى يعني نقضوا بعض الإخوان ديالنا يعني غافلين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم الغاية علاش الله عز وجل رسل هذا الرسول الكريم رحمة للعالمين، علاش؟ باش يفيق الناس من الغفلة يا إخواني. وتحنا كذلك يا أحباب، نعم، ندلوا بعضنا على بعض إلى الخير وإلى يعني ما كيوقع اليوم. كنحييكم والسلام عليكم. مرحبا مرحبا اخوتي، عجبكم هاد الحولي ولا؟ انا مليح. انشد لك انشد لك. مرحبا